نازح تل رفعت في سوريا يناشدون تركيا تحرير أراضيهم في تظاهرة أو في تظاهرة في بمدينة إعزاز التي نزحوا إليها قبل 6 سنوات. نشاهد. كل يوم بيت شهيد، الأنف تدف كأنها تسمع ضمائر. خرجنا اليوم بمظاهرة حاشدة لنطالب الجيش التركي والجيش الوطني بتحرير تل رفعت وما حولها من عصابات الغدر والإجرام، عصابات الإرهاب البيكيكي الذي أخرجتنا من أرزاقنا ومن بيوتنا ومن أراضينا ومن قرانا من أكثر من 7 سنوات، ونحن مهجرين بالخيام نطالب بعودتنا إلى مدننا الحبيبة.